احتضن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت الشقيقة حفلين فنيين للأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم، وذلك ضمن احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية في شهر فبراير. المزيد من التفاصيل في سياق التقريرات نتابع. جسور المد الثقافي الموسيقي تمتد من جديد بين الكويت وحضرموت، وعاد النغم الحضرمي خصوصاً يحلق في سماء العاصمة الكويتية، تردده الخالدية والسالمية وتحفظه حولي، ويطرب له الحاضرون في مركز الشيخ جابر أحمد الثقافي ويصفقون له. المؤلف الموسيقي الشاب محمد سالم القحوم يواصل طموحاته الكبيرة ويقود حفل الأوركسترا الحضرمية في ليلة من ليالي فبراير الكويت. كويت المحبة، كويت الفن، كويت العطاء. ولأن جمهورها كان متعطشا لهذا الحضور، أمست الحفلة حفلتين وقدمت ليلة أخرى بمقاعد ممتلئة على دار الأوبرا مركز الشيخ جابر. قاد فيها المايسترو القحوم مجموعة الموسيقيين والإيقاعيين من اليمن والكويت ومصر والبحرين وتونس وتركيا، وقدموا مقطوعات أوركسترالية لأغان حضرمية ويمنية يعشقها الجمهور الكويتي ويحفظها عن ظهر قلب. آمنت مؤسسة حضرموت للثقافة بهذا المشروع الموسيقي الكبير للمايسترو والشاب محمد، فعاد معه الفن الحضرمي إلى الواجهة. فبالأمس كان الفنان الكبير كرام مرسال يشدو على مسارح الكويت وفي ديوانياتها برائعته الشهيرة متيم، واليوم يعود القحوم بروح جديدة وموسيقى جديدة ويعلن عن جيل جديد من المتيمين والحالمين والطامحين. أيمن سالم بحميد لتلفزيون حضرموت.